مرحبا طلاب، اليوم إن شاء الله راح أشرح لكم على مادتنا لهذا الكورس اللي هو الـ UML. زين، الـ UML هو اختصار لشنو؟ اختصار الـ Unified Modeling Language، يعني شنو؟ لغة النمذجة الموحدة أو اللغة الموحدة للتصميم. زين، نجي هسه مثلا عندنا احنا اكو مثلا مستفيدين، عدة مستفيدين، مثلا اليوزر إذا عنده رأس مال. أنا حتى أفهم البرنامج شلون يشتغل، أني هو ما أراوي له البرنامج بلغة برمجية ما راح يفهمه، لأن هو مو مبرمج أو ما له علاقة بالبرمجة. فش راح نسوي؟ راح نرسم له رسومات حتى أوضح لك إن ما هي وسطية، أوكي؟ أوضح له كيفية وصف أو عمل البرنامج وشلون تيمشي، يعني مثل الكتالوج بالضبط. يعني نفتهم من هذا الكلام إنه الـ UML هو مو لغة برمجية وإنما هو لغة وصفية، أوكي؟ زين، عندي شنو؟ عندي مثلا احنا من نسوي هذا بال UML نسوي، لازم شي يكون عندنا؟ يكون عندنا system requirement، متطلبات النظام يكون دقيق حتى يصير البرنامج اقوى واحسن. بس اذا بالعكس شنو راح يصير؟ معناها احنا دراستنا للبرنامج مو شاملة، اوكي؟ زين، بس احنا لازم ننتبه من لما يكون دراستنا الموضوع دقيق انه ما نوصل او ما ندخل العصف الذهني اللي هو شنو؟ اللي هو ال البرينستورمينج، اوكي، اللي هو طرح الافكار علاتها ومشاكلها بدون تفكير معقولياتها. زين، مثلا شلون؟ مثلا انا يوم عندي نظام مكتبه، عندي اكتر وعندي يوز كيس بيها، مثلا الاكتر اللي هو الزبون اللي هو يقدر يسوي استعاره، يقدر يسوي شراء، يقدر يسوي استرجاع يعني يرجع الكتب اللي استعارها. زين، هذا النظام عندي انه شنو عندي؟ عندي الشغلات المهمه بس اذكرها، ما اذكر انه هو مثلا اذا كان النظام المكتب على الموبايل انه ياخذ موبايله اول شيء، بعدين يدخل يكتب الرمز السري مال موبايله او البصمه يخلي بموبايله، بعدين الى ان يلقى التطبيق، ورمي يلقى التطبيق يسوي العمليات المذكوره. لا، قبل اذكر شنو؟ اذكر الشغلات المهمه، يعني ما اخوض بالتفاصيل الغير مهمه، اوكي؟ زين، بعد شنو عندي؟ بعد عندي الإلمنت الخاصة بالنظام. احنا اول شي رح ناخذ شنو؟ رح ناخذ اليوز كيس دايجرام. شلون نوصل اليوز كيس دايجرام؟ من الموديل نختار اد دايجرام، من الاد دايجرام نختار اليوز كيس دايجرام، اوكي؟ لو نلاحظ هنا شنو تغير عندي؟ صار عندي هاي الإلمنت الخاصة باليوز كيسز، اليوز كيسز الخاصة باليوز كيس دايجرام. زين، عندي هاي الإلمنت الخاصة بمن؟ باليوز كيس دايجرام. عندي اربع إلمنت مهمة اللي هي اليوز كيس والاكتر واليوز كيس سبجكت، وهنا نبني الخاصه بالريليشنز. زين، العلاقات عندي انا هي هذا الاكتر، اهم اثنين طبعا اللي هي الاكتر وعندي اليوز كيس. زين، نجي على الاكتر. الاكتر هو مو بمعنى ممثل، يعني هو ما جايب معنى سبجكت، اوكي؟ هو جايب معنى شنو؟ جايب معنى الفيرب اللي هو الفاعل او اللاعب، اوكي؟ زين، هذا الاكتر ممكن يكون شنو؟ ممكن يكون شخص، ممكن يكون نظام، ممكن يكون ويب سايت. زين، يعني ممكن يكون هو بيرسون، organization او system. زين، او device. زين، هنا انا عندي شنو؟ هنا انا عندي use case، هي شنو اسمها؟ اللي هي واقعة الاستخدام، وظيفتها تحقق هدف ينجد الفاعل. يعني منو؟ يعني الاكتر، يعني هذه جاية عن نتيجة افعال منو؟ افعال الاكتر. زين، بعبارة ثانية هي الاكشنز الخاصة بمن؟ الخاصة بالاكتر، اوكي؟ زين، بعد شنو عندي؟ بعد عندي الاكتر ينقسم الى قسمين، برايمري وسكندري. اول شيء خل اعرفكم على اليوز كيس سبجكت، واللي هو احنا نسميها السيستم باوندري، اللي هو حدود النظام. زين، هذا المستطيل هو شنو؟ هنا حدود النظام. هنا أنا بالبدايه بالفوق المربع الفوق اكتب اسم النظام اللي احنا نسويه، مثلا اذا كان هوسبيتال، اذا كان اي تي ام ماشين، اذا كان لايبراري، الى اخره من السيستم. زين، هنا لنفترض انه احنا عندنا على مثال اي تي ام ماشين، اوكي؟
هذا اللي هو حدود النظام، أي شيء داخل هذا المستطيل هو داخل هذا النظام، وأي شيء خارج هذا المستطيل هو ما يكون متضمن داخل هذا النظام اللي احنا راح ننشئه. أوكي زين، عندي هنا أنا بما أنه احنا عندنا ATM machine، فممكن يسوي شنو هنا؟ أنا عندي هذا مثلا يكون الكوستمر. الكوستمر ممكن شي يسوي، ممكن يسوي إيداع سحب نقود، ممكن يسوي إيداع مالي، ممكن بعد شي يسوي، ممكن يسوي يحول فلوس من حساب لحساب شخص ثاني. عفوا ترانسفير. زين، او ممكن شي يسوي بعد الكوستمر، ممكن شي يسوي يشيك حسابه، تدقيق الحساب. اوكي زين، هاي بين الكوستمر، بما انه هذا عندنا هنا احنا الكوستمر، الكوستمر هو راح يسوي هاي الافعال، فهو ايش راح يكون؟ بما انه هو راح يسوي هاي الافعال هاي الاكشن، فهو ايش يكون برايمري اكتر، يعني الشخص او الاكتر اللي يكون متصل باليوز كيس وهو اللي حيسوي هاي الافعال، ايش راح يكون؟ راح يكون هو البرايمري اكتر. البرايمري اكتر دائما يكون على يسار السيستم باوندري، اوكي، فيكون على هذا الصوب، ابد ما يكون على هذا الصوب البرايمري اكتر. زين، دائما البرايمري اكتر يكون على جهة اليسار. زين، عندنا شنو؟ عندنا لازم يكون اكو ريليشن ما بين الكوستمر واليوز كيس الموجودة داخل السيستم باوندري. فاحنا هسه حاليا راح ناخذ الاسوسيشن اللي هي دائما تستخدم بصورة عامة. اوكي خل اجي اقفلها. اوكي زين، اجي طبعا ننتبه طلاب، دبل كليك ادوس عليها راح تنقفل. زين، اي مكان راح ادوس عليه راح يصير، راح يخلي لي همين الاسوسيشن. زين، انا شو اسوي حتى اوخرها؟ راح ارجع ادوس عليها دبل كليك مرت اللخ، حتى شنو؟ حتى بعد انه ما تستخدم. زين، لان اريد استخدم مثلا هسه اكثر لاخ. زين، الاي تي ام ماشين راح منو يجي عليها؟ راح يجي عليها الكوستمر، يقدر يستخدم يسوي سحب، يقدر يسوي ايداع مالي، يقدر يسوي تحويل مالي، ويقدر يدقق حسابه. زين، الاي تي ام ماشين ويا من تكون مرتبطه؟ منو اللي راح يعني هي ويا من راح تكون مرتبطه؟ لازم يكون اكو شيء ثاني سكندري اكتر يكون عندها، انه هو راح يستجيب المن، راح يستجيب الافعال الكوستمر. زين، عندنا منو بعد؟ عندنا البنك. منو حيكون؟ حيكون عندنا البنك. البنك بما انه هو مو هو اللي راح يسوي ايداع، ولا هو اللي راح يسوي سحب، ولا هو راح يسوي ترانسفير، ولا هو راح يسوي يدقق حسابه، فهو ايش راح يكون؟ هو راح يستجيب الافعال البرايمري اكتر، فهو ايش راح يكون؟ راح يكون السكندري اكتر. السكندري اكتر دائما يكون على منو؟ على يمين السيستم باوندري. اوكي، فهو السكندري اكتر دائما يكون مور رياكشنري. زين، هو راح يستجيب للسحب اللي راح يكون من قبل الكوستمر، وكذلك راح شي يسوي؟ راح يستجيب للإيداع. زين، وراح يستجيب للتحويل. اوكي، وراح من يستعلم على رصيده راح يرجع له انه هو ايش قد رصيده البنكي. زين، خل اجي اروح اقفل. اوكي
زين هسه احنا عندنا هذا هنا عندنا كوستمر وعندنا بنك، وصار عندنا انه هاي الافعال كليتها تصير من قبل الكوستمر بالاي تي ام ماشين، وبحث شنو عندنا، عندنا البنك راح يكون المستقبل لهذه الافعال. اوكي يعني احنا عندنا دائما السكندري اكتر ما يتحرك، بس البرايمري اكتر هو اللي راح يتحرك. اوكي زين، بعد عندي منو راح يتعامل ويا هاي الاله اللي هي الاي تي ام ماشين؟ عندنا منو؟ عندنا الستوكر اللي هو راح يجي منو، راح يجي عبيها فلوس كل فتره، مثلا هو يكون راح يكون موظف طبعا بالبنك، كل فتره يجي عبيها فلوس، مثلا عنده وظيفته كل اسبوع، كل 3 ايام، كل 10 ايام، او مثلا مرتبط على النتورك، كل ما يشوف الرصيد وصل لعشر مثلا 100,000 يجي يعبيها فلوس. اوكي ف عندي شنو؟ عندي هنا خلي اللي هو fill الـ ATM with cash. اوكي زين تمام. منو راح يسويها؟ راح يسويها اللي هو المسؤول على الاي تي ام، اللي هو قلنا شو اسمه، قلنا اسمه بالمحاضره، اللي هو الستوكر. زين الستوكر قلنا هو برايمري لو سكندري اكتر، هو راح اذا قلنا هو بما انه هو تابع للبنك فهو حيكون سكندري اكتر. زين السكندري اكتر عندنا احنا يعني مو هو اللي راح يتحرك، مو هو اللي راح يسوي يعبي اي تي ام ماشين. اوكي واضح، فعندنا الستوكر هو راح يعبيها، فهو راح يتحرك اوكي وراح يعبيها للاي تي ام ماشين فلوس، فهو ايش راح يكون بالنسبه للاي تي ام ماشين؟ راح يكون هو برايمري اكتر. همينه احنا عندنا باي نظام مو مشكله اذا كان عندنا كذا برايمري اكتر وكذا سكندري اكتر. اوكي فيعني مو احنا نتحدد انه عندنا برايمري واحد سكندري واحد، واضح زين. زين هسه احنا عندنا شنو؟ عندنا احنا بما انه احنا عندنا هسه الستوكر اللي هو راح يتحرك وهو راح شو يسوي؟ راح يعبيها فلوس. زين هل البنك هو حيكون سكندري اكتر للستوكر؟ هل راح يصير هيك شيء؟ لا. ليش؟ لان انا عندي ما راح يتغير شيء على البنك اذا كان الستوكر عباها فلوس او ما عباها، يعني هو موظف راح يجي شنو؟ راح يجي يشتغل يعبيها فلوس. زين هو ما راح، هو ما يعبيها فلوس، اوكي هو ماخذ فلوس من البنك حتى يعبيها للاي تي ام ماشين فلوس، بس هو من اخذ فلوس من البنك وخلاها بالاي تي ام ماشين، الاي تي ام ماشين هي عباره عن سيستم تابع لمن؟ تابع للبنك، ما نقص من فلوس البنك شيء، لان الفلوس بعدها بالاي تي ام اللي هي تابعه لمن؟ تابعه للبنك، فما صار اكو سحب مالي او ايد او يعني ما كأنما هو سحبها وأخذها إلى الفلوس، لا هي بعدها تحت نظام السيستم الخاص بالبنك. أوكي فما نقص شيء من فلوس البنك ولا زاد شيء بفلوس البنك، هي تابعة للنظام. بعدها إيش وقت راح يتأثر البنك؟ من لما الكوستمر يجي ياخذ فلوس أو يودع فلوس أو يحول فلوس من حساب لحساب غيره. أوكي فبهيجي حالة البنك ما راح يكون سكندري أكتر للستوكر، واضح؟ زين بعد عندنا منو مرتبط ويا الاي تي ام ماشين؟ المرتبط اكو بعد عامل الصيانه. زين عامل الصيانه اللي هو شو يسوي؟ قيام بالصيانه الدوريه.
زين. هذا ايش راح يسوي؟ راح يسوي صيانة همينة للبنك. زين هذا طبعا همينة ايش راح يكون؟ سكندري اكتر لو برايمري اكتر؟ شي طبيعي بما انه هو اللي راح يسوي هذا الاكشن. اوكي راح يكون شنو؟ راح يكون هو برايمري اكتر، يكون على يا جهة؟ يكون على جهة اليمين. زين زين بعد شنو عندنا؟ هل هذا هل هذا عامل الصيانة راح يكون مرتبط ويا البنك؟ لا، هو ما راح يأثر شيء، لا راح ينقص ولا راح يزيد من الحساب الموجود بالاي تي ام ماشين او الحساب الموجود بالبنك. اوكي هو عامل موظف عنده شنو؟ عنده راتب خاص به، فالبنك ما راح يكون سكندري اكتر له. زين سؤال السؤال ها الستوكر او عامل الصيانه يعني خزان الفلوس او العامل مال الصيانه، هل يقدر انه هو يجي لل يعني مثلا يجي اوكي يخلص شغله ويريد همين يستخدم الاي تي ام ماشين؟ يقدر. فايش راح يسوي؟ مثلا هو عنده حساب بالبنك فيقدر يستخدم الاي تي ام ماشين، هل راح تكون هنا اكو ريليشن ما بين الستوكر وما بين المينتننس؟ لا ماكو، هو مجرد ما يخلص شغله ويخلص وظيفته كستوكر او كمنتنس ايش راح يكون؟ ويجي يستخدم الاي تي ام ماشين، وراها راح يدخل كانه ويعامل معامله الكوستمر، ما راح يتعامل معامله الستوكر بعد ولا يتعامل معامله المنتنس. واضح؟ راح ايش يتعامل؟ راح يتعامل معامله الكوستمر، يقدر يسوي ايداع، يقدر يسوي سحب، يقدر يسوي تحويل مالي، ويقدر يسوي يدقق حسابه. فبهيجي حاله خطا انه تكون همينه بعد ما هنا اكو ريليشن وهنا همين اكو ريليشن، خطا انه هنا تصير ريليشنز ما بين الستوكر او المينتنس ويا منو؟ ويا هنا الاكشنز او اليوز كيس الخاصه بمن؟ بالكوستمر. واضح؟ فلهنا الحل مال شنو؟ مال الاي تي ام ماشين. زين بعد اني لهنا خلصت وياكم المحاضرة الخاصة بمن؟ الخاصة بالـ ATM ماشين، وهي تعتبر المحاضرة الأولى لنا. مع السلامة.